غير لي زامي. اليوم فيديو جديد على شكل برانك. انا عاجيت من لاصال لقيت اختي تتفرج واحد الفيلم ضروري طاحت لي فراسي واحد الفكره انني غادي نطيح عليها المكانه وغادي نشوف الرياكشن تاعها كي غادي تكون. خوت ما تنساوش دير واحد ابوني وما تنساوش تطوع على واحد الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد نتاعي وتابعوني حتى الاخر. كون شوفوا معايا اختي راه تتفرج دابا زين شوفي عاودو سمعو التلفازة سمعو التلفازة صافون المهم تبعونا دابا خوت لي نقطعو على المكانة نتاع حط دابا معنا زكريا قالك المراكب ما غاديش يجدو لا ما طفاش المكنه صار لا هو اللي طفى المكنه انا سمعت المكنه طاحت فين طاحت شي مكنه راه سد الباب الباب هذا انتم ما غادي نوضكم قسم بالله نوضكم النهار كامل مشدو قالك والو صافي دابا مشدو النهار كامل حي ايه غادي حي راه سد الباب صار سد الباب سد الباب طيب اش كدير اش كدير لت علاش راه ما صرا الضو ما مطفيش الضو ما مطفيش راه مقطع نتوما اللي طفيتو الصوت نتا صرا صايا هذوك راه ماشي ديال الضو مش الضو صار صافي صافي قال لك ما كان ما غاديش يجي راه من العماره كامله دابا ضربكم زكريا سيريش عليه الضو في الدروج وتشوف واش كاين راه بابا اللي خرج دابا وسد الباب باش يصلي خلا طربكم هادوك صرا راه كاملين طالعين سيري تمشي تجلسي شحال من كنا قرب من نوض لكم يلا سيري نوض امك شحال من مكان خلا طيح خليكم خلا شحال من مكان فين غادا فين المهم كما شفتوا عقد لينا سمعت المكانة خيط طاحت ولكن ماشي مشكل المرة الجاية غادي يكون واحد البرانك نسطي شي شوية تابعو